هذه المشاركة ديالنا الأولى في معرض السيام 2023. من خلال هذه المشاركة هذه كنبغيو باش يتعرفوا علينا الناس ويعرفونا على أننا الممثل الوحيد لهاد الماركة السويسرية، وباش يجوا يشوفوا المنتوجات ديالنا. حنا الميادين اللي كنخدموا فيها بكثرة هي الميادين ديال جيو مومبران بالنسبة لباسان ديال السقة اللي في ميدان الفلاحة. دونك حنا كنبيعوا عليه ماشين أوتوماتيك ديال جيو مومبران، والناس ديال لي باش حتى هما كيعرفونا لان كنبيعوا لي ماشين اوتوماتيك ايمانويل ديال البيشان باش كيديروا لو ريكوفرمون ديال لي باش. عندنا اوسي دي زيكستخودوز بالنسبه للفابريكاسيون بلاستيك، وكنمثلوا ايضا لا مارك ريتمو اللي هي ديال لا جوانتور ديال لي تيوب بو ا بو، دونك كو سو سوا بار مونشون ولا سيستم ميروار. دونك هادو الميادين اللي كنشتغلوا فيها. الحمد لله كان حضور كثيف، زعما الناس اللي مهتمين بالميدان ديال بخصوص الميدان ديال السقي، لان لا مارك لايستر معروفه بلي ماشين ديالها اوتوماتيك. دونك كاين حضور الحمد لله، ومن خلال هذا المعرض هذا كندعو زبناءنا للحضور الى الستاند ديالنا A68 في سيام 2023، وكذلك المرور على المحل ديالنا في روش نوار بالصخور السوداء في لي نوفيل غوش، باش يحضروا يشوفوا الشوروم ديالنا ولاتوليي دو ريباراسيون ديالنا في المنطقه.